محمد، وفي حي الخالدية بحمص تواصل قواتنا الباسلة تقدمها في تنظيف الحي والأحياء المجاورة من عصابات الإرهابيين المسلحة. مراسل الأخبار الحربي معين درغام رافق رجال الجيش العربي السوري ووافانا بالتقرير التالي. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في حي كرم شمشم، سنقوم بالدخول إلى حي الخالدية برفقة بواسل الجيش العربي السوري التي تقوم بملاحقة المجموعات الإرهابية الموجودة داخل حي الخالدية. دخلنا إلى أحد أوكار الإرهابيين في حي الخالية كما نشاهد الكتابات التي قامت العصابات الإرهابية بتدوينها على جدران منازل المواطنين في حي الخالدية. وصلنا إلى الحد الفاصل ما بين كتل حي كرم شمشم والخالدية. هذا الممر كما نشاهد هو مقنوص بين حي كرم شمشم والخالدية. سنقوم بالدخول إلى حي الخالدية عبر هذا المدخل. دخلنا إلى الكتل التي سيطر عليها بواسل الجيش العربي السوري في حي الخالدية. هنا كان المجموعات الإرهابية تتمركز داخل هذه الأوكار في منازل المواطنين في حي الخالدية. هنا أحد معامل الألبسة كما نشاهد. كانت العصابات الإرهابية تقوم بالاعتداء على هذه المعامل. دخلنا إلى أحد أوكار الإرهابيين في حي الخالدية كما نشاهد كيف كانت تقوم العصابات المسلحة بالاعتداء وتخريب بيوت المواطنين في حي الخالدية. وصلنا إلى منطقة متقدمة حيث العصابات المسلحة تتمركز في الجهة المقابلة في حي الخالدية، حيث الاشتباكات تدور بين الجيش العربي السوري والعصابات المسلحة. كما نشاهد بالصورة أحد جثث الإرهابيين المرتزقة التي تم القضاء عليها أثناء الاشتباكات مع بواسل الجيش العربي السوري. منطهر الأبنية اللي كانوا ياخذينها والمناطق اللي كانوا ياخذينها المسلحين. أخذنا أماكن ومواقع متقدمة وهامة جدا بالنسبة كانت للمسلحين. كيف معنويات الجيش؟ معنوية عالية جدا، عالية جدا جدا. كما نشاهد هذه الأبنية التي جعل منها العصابات مسلحة أوكارا لهم للاعتداء على المواطنين وأرزاقهم في حي الخالدية. تقدم كبير للجيش العربي السوري في حي الخالدية بمحققة فلول الإرهابيين المرتزقة. لأخبار التلفزيون العربية السوري معين درغام، حي الخالدية.